لنفترض أن بائع يا نصيب باع 42 تذكرة سعر الواحدة 29 دولار، استخدم التقريب لإيجاد مجموع الدولارات التي تقاضاها ثمنا للتذاكر. الآن إذا كنا نريد العدد الحقيقي فيمكننا أن نقول 42 ضرب 29، أي نقوم بعملية ضرب عادية. ما المطلوب منا هو القيام بذلك في عقولنا، حيث علينا تقريب العدد أولا ثم أن نضرب. الآن إذا أردنا تقريب العدد والذي يحتوي على منزلتين أو تقريب أي عدد فسوف نلجأ إلى أقرب 10 لأنها أكبر منزلة نملكها. إذا أردنا تقريب 42 إلى أقرب 10، هنا 2 هي في منزلة الأحد وأقل من 5، إذا نقرب للعدد الأقل فننتقل إلى منزلة العشرات وهي 40، وبذلك يمكن تقريب العدد ككل إلى 40. الآن 29 نبدأ بمنزلة الأحد وهي 9، حيث أنها أكبر من أو تساوي 5، إذا نقربها لعدد أكبر، بذلك يكون تقريب العدد كله إلى 30. وطريقة أخرى للتفكير بذلك هو أن نقول حسناً 42 قريبة من 40 و 29 قريبة من 30، بهذا قمنا بتقريب العددين إلى أقرب 10. الآن نستطيع القيام بالضرب، سنقوم بعملية الضرب. مرة أخرى نستطيع أن نقوم ويمكنك تسميتها خدعة، لكن أتمنى أنك تعرف سبب فاعليتها. 30 ضرب 40، يمكن أن أقول هي نفسها 3 ضرب 4، سنضيف صفرين في نهاية الناتج، فهنا 30 ضرب 40 هي نفسها 3 ضرب 4 متبوعة بصفرين، لدينا 3 ضرب 4 يساوي 12، ولدينا صفران. دعونا نضع هذا الصفر هنا وهذا الصفر الأزرق هنا، إذا لنضعه هنا، إذا سيكون الناتج 1200 دولار، وهو حاصل بيع التذاكر، وهذا الناتج التقريبي.